السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اللقاء التاني في إعادة الإعمار. قبل ما نتكلم عنها أحب إن أنا أقول قصة قصيرة حصلت للمهندس حسن فتحي، إن هو بعد تاني يوم ل5 يونيو 1967 كان في حد كلمه من زمان على إن هو يصمم له البيت بتاعه، لكن هو حسن فتحي ما كانش مهتم وكان بيفكر في حاجات تانية، فكان يعني مأجل الموضوع شوية. لا، تاني يوم بقى 5 يونيو يعني 6 يونيو راح للراجل دوت وقال له يلا نشتغل فيها. فبيقول له يعني ايه اللي حصل؟ قال له عايز نشتغل ولا مش عايز نشتغل؟ قال له يا ريت تعالى. راح جايبين الورق وجايبين وبدأوا يصمموا وقعدوا 2 سنين يصمموا ويبنوا والحاجات دي كلها. فأول ما خلصت المهندس حسن فتحي قال له أنا لو ما كنتش شغلت نفسي بموضوع البيت دوت والتصميم انا كنت ممكن اتجنن، كان ممكن يصاب بالجنون نتيجة ان هو الضغط النفسي الرهيب. فافضل حل للضغط النفسي ان انت تشغل نفسك بحاجة مفيدة، يعني العلاج الجنون ان انت تتطوع في عمل يفيد الناس يخدم الناس. التطوع بيبقى حاجة جميلة لان هو بيحسسك ان مش كل حاجة مادة، ان في أعمال ممكن تعملها تكون مفيدة. يعني كان من ضمن العلاجات النفسية إن أنت ممكن مثلا في المسجد تطوع إن أنت تشرح لطلبة في ابتدائي مثلا رياضة، تشرح لهم حاجة زي مثلا لغة عربية، حاجة أنت تكون بتتقنها ومش هتبذل جهد كبير في إن أنت تتعلمها. يعني لو دكتور وقعد يدرس لهم مثلا حاجات في الأحياء في كذا هتبقى الموضوع سهل جدا بالنسبة له، وهم طبعا هيستفادوا بعلم غزير جدا. فالضغط النفسي اللي احنا محطوطين فيه واحنا مقصرين ومش عارفين نعمل حاجه هيساعدنا كتير ان احنا نفكر في اعاده الاعمار، زي نفكر في ان احنا نبني مدينه ذكيه فيها افضل الحياه. احنا مش عايزين نبني لاخواننا مخيمات وحاجات بسيطه الا حاجه مؤقته اللي هو البناء المؤقت لحد ما البناء يخلص، لكن احنا نتمنى ان احنا نبني لهم افضل حاجة نقدر عليها. طيب ان شاء الله هنكمل ده، دي اللقاء التاني وان شاء الله في كذا لقاء لان الموضوع في افرع كتيرة جدا. الاهداف الرئيسية لعادة الاعمار ليها اهداف رئيسية: استعادة الاستقرار الامني والاقتصادي، اعادة بناء البنية التحتية الاساسية، اعادة تأهيل الافراد والمجتمعات المتضررة. لأن الحقيقة اللي احنا اتعلمناها بصورة مؤلمة من خلال إنفاق تريليون دولار في الفترة من الحرب العالمية التانية هي أن التنمية لا تتم إلا في عقول البشر وقلوبهم، وإلا فلن تحدث أبدا. في الإسكان الطرق والجسور والسدود كلها شروط ضرورية للتنمية، لكن مش كافية لوحدها، لازم التنمية ستكون مستحيلة من غير عون واستعانة من الذات، على أن الناس التي تكون بقتهم قاحلة يصبحون عرضة لأن يكونوا غير منتجين وبلا روح. دي مقدمة لكتاب حسن فتحي عمارة الفقراء. طيب من الأهداف تعزيز السلام والتنمية المستدامة. من ضمن الأهداف برضو الرئيسية لإعادة الإعمار إن يبقى فيه تعليم، يعني حتى لو الجامعات اتدمرت أنا اديت محاضرات في جامعة غزة إن شاء الله تتبني تاني، لكن حتى تتبني أثناء البناء ان شاء الله يبقى في محاضرات اونلاين باذن الله، ونبدا ان احنا ما نوقفش التعليم لاي سبب من الاسباب. الخطوات العمليه اللي احنا لازم ناخدها قبل بدء اعاده الاعمار: يبقى في لجنه وطنيه لاعاده الاعمار بتضم ممثلين من جميع الاطراف المعنيه، اعداد خطه شامله لاعاده الاعمار بتحدد الاهداف والاولويات والجدول الزمني، جمع الموارد الماليه اللازمه لاعاده الاعمار من خلال المساعدات الدوليه والاستثمارات المحليه، ويكون في شفافية في جمع الموارد وبتصرف فيه. يمكن تصنيف مجالات إعادة الإعمار إلى الإعمار المادي، إعادة بناء البنية التحتية المادية زي المباني السكنية والتجارية والطرق والمواصلات وشبكات الكهرباء والمية والصرف والمرافق العامة زي المدارس والمستشفيات. نحاول نرجعها لحالتها السابقة أو للحالة الأفضل لتوفير احتياجات السكان الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. الأعمال غير مادية زي إعادة بناء القدرات البشرية المجتمعية، توفير التعليم والتدريب، إعادة دمج النازحين واللاجئين
وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتطوير مؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إعادة بناء النسيج الاجتماعي. فإحنا هنقسم إعادة الإعمار لأربع مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تقييم الأضرار، كل مبنى اتضرر بمقدار قد إيه، كل الطرق اتضررت بمقدار قد إيه. في حصر ميداني لازم يكون معماري وإنشائي وميكانيكا وكهرباء موجودين، فعشان نبقى عارفين حالة المباني المتضررة. في زي لستة كده موجودة، تمام، فيها مثلا هل في مشاكل في الأعمدة، هل في مشاكل في كذا، هل في مشاكل في كذا، وتبدأ تعلم عليها وتقول مثلا المبنى ده يقدر الناس تسكن فيه أو لأ، لازم يحصل لهم إخلاء لأن في تهديد على حياتهم لو كملوا فيه، أو الضرر يقدر إن إحنا بمجهود بسيط نقدر نصلحه، ويمكن إن إحنا نتفق مع صاحب البيت إن إحنا هنديه الإمكانيات على 3 مراحل، مثلا جزء دلوقتي ونيجي مثلا بعد 5 يوم 10 أيام حسب الحاجة، ونتأكد إنها اتصلحت نديله جزء تاني وبعد كده جزء تالت لما تخلص عليها. فالهدف إن إحنا نحصل على فهم شامل لحالة المباني المتضررة والاحتياجات المحددة للمباني وتطوير خطط إعادة الإعمار وتحديد تكاليف إعادة الإعمار. أنا أفضل إن صاحب المبنى ما دام الضرر مش ضخم هو أضرب شكله قبل المشكلة وأضرب المبنى بتاعه، هيكون حريص إن هو يحسنه بشكل قوي. طيب، فبيبقى في إعداد وتحديد الأهداف والغرض من الحصر الميداني وتطوير خطة عمل وجمع المعدات والأدوات اللازمة، التفتيش وزيارة المباني المتضررة وتحديد نوع المباني وحجم المباني والمواد المستخدمة والأضرار اللي لحقت بالمباني والركام اللي موجود ده هنتصرف فيه ازاي، والتحليل تضمن تحليل البيانات اللي تم جمعها لتحديد الاحتياجات المحددة للمباني وتطوير خطة إعادة الإعمار. وممكن نحدد بقى دي إعادة بناء المكان من الصفر لو في هدم كامل، إعادة بناء بعض المناطق في حالة تعرض بعض المناطق لهدم كلي، ترميم بعض الأضرار لو كانت الأضرار جانبية. ترميم المباني دي نهج معالجة وفلسفة معينة عشان نحافظ على الهندسة المعمارية والحفظ التاريخي، ويؤكد على الحفاظ على الهياكل زي المواقع التاريخية والمنازل والآثار وغيرها من النقاط الهامة من خلال الصيانة الدقيقة، وتهدف إلى استعادة صور دقيقة لهذه المواقع. إعادة تأهيل وتبديل وإضافة في حالة تطوير الفراغات والمساحات، ممكن يكون في ميدان معين فنبدأ إن إحنا نشوف إيه الأضرار اللي حصلت له وإزاي إن إحنا نعيد استفادة منه مرة أخرى أو استخدامه مرة أخرى. ودي حاجة أساسية عشان نعرف مقدار الدمار ومقدار الجهد اللي محتاجين نبذله لإعادة الإعمار ناجح. وساعتها لازم نخلي بالنا من كذا نقطة زي السلامة، عملية حصر ميداني لازم يكون نضمن سلامة الفريق الميداني، اتخاذ الاحتياطات المناسبة للحماية من المخاطر المحتملة، الدقة لازم الفريق يكون دقيق جدا عشان كده بنستعين بالليست أو بالقائمة الأضرار ديت، الكفاءة يجب استخدام الموارد المتاحة بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من التأثير، وخصوصا إن ممكن يكون المكان المتضرر أو اللي بنعمل له إعادة إعمار عليه قيود معينة في دخول بعض المواد، احنا حاليا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكرة، فممكن يتم السماح بدخول كل المواد او لا يبقى مواد معينة او عدم السماح بدخول المواد، فاحنا لازم واحنا بنفكر نفكر في كل الاحتمالات يعني، وان شاء الله ان شاء الله يكون السماح لكل المواد، لكن احنا بنفكر في كل الاحتمالات. هو مرة كده عند طريقة التفكير worst case. طيب التخطيط دي المرحلة التانية، عايزين نعمل وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار ونحدد الأهداف والأولويات، لتحديد خطة للإدارة البيئية والاجتماعية، قيام المقاول بحاطة موقع العمل لو هو هيعمل أي صيانة بيحط موقع العمل وعلامات إرشادية بحيث إن الناس تبقى عارفة إن المكان ده خطر ما يقدرش يدخل فيه، لو في سوائل قابلة للإشتعال لازم تتخزن في مناطق محددة فيها توضيح إن هنا في مخاطر حريق. المرحلة التالية اللي هي التنفيذ، خطة إعادة إعمار للمباني والبنية التحتية، وفي حاجات بتبقى استجابة أولية بعد نهاية الحرب ولازم تتعمل على طول، توفير خدمات العاجلة ودعم الاستقرار، عمل تقوية لأجزاء الحوائط أو الأكتاف الباقي في حالة ضعفها،
قبل ما نعمل إعادة بناء، يعني في جزء معين فيه تم تدميره فبنعمل له تقوية في أعمدة، مثلا نحط حاجات نقويها، ممكن نعمل تقوية بالحقن، الحوائط ذات الطابقين عشان لو في ضعف فبنقدر نتيجة تفكك الحشوات الداخلي من كسر الأحجار والشقف والمقنع وبالأخص من التجير، بنزود الفراغات البينية بين أجزاء الحشو بين الطبقات الخارجيتين. طيب بعد كده هنخش بقى في البناء الدائم، وبعد كده ندخل في المتابعة والتقييم ونشوف إذا كان في حاجة فيها مشاكل إزاي إن إحنا نلحقها ونحلها. التحديات اللي بتواجه إعادة العمارة، في تحديات زي الاستقرار على الصعيد السياسي والأمني، في بعض الأماكن بيبقى في استقرار، في بعض الأماكن لو استنيت الاستقرار مش هنعمل حاجة خالص، فبنشتغل وإحنا عارفين إن في مشاكل زي تجارب إعادة العمارة في مدن القناة بمصر ومدينة بيروت في لبنان، كانت الأزمة لسه موجودة ومع ذلك لازم تعمل إعادة إعمار. إيجاد مصادر التمويل الكافية، صيانة البنية التحتية دي بتكلف كتير جدا، وصيانة المباني وبالذات لما تكون خارج من حرب في نطاق الدمار فيها كبير جدا وخارج من صراعات مسلحة، فدي محتاجة تكاتف بين الدول. لذلك أنا بسميها إعادة العمار، بنسميها يعني عمارة المهاجرين أو المهجرين. المهاجرين نسبة للأنصار والمهاجرين، الإخواننا المهاجرين والإخوان الأنصار يبدأوا الأنصار تعاون المهاجرين في إن هم يسكنوا سكن ملائم ليهم. التحديات المتعلقة بالبنية التحتية بيبدأ تعملها حصر زي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي، لذلك بنبقى حريصين إن يبقى الحاجات كلها لا مركزية، بالذات المياه والكهرباء ما يكونش في مثلا نقطة معينة هي المركزية لو اتضربت هتشل القطاع كله، لا تبقى حاجات خاصة بكل مثلا شارع. مثلا التحديات الاقتصادية، يعاني قطاع غزة من تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، فإعادة إعمار غزة فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وجود فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، لكن بيواجه تحديات زي نقص التمويل والقيود الاقتصادية المفروضة على القطاع. التحديات السياسية منها الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار، التعاون الدولي لازم يكون موجود، التنمية المستدامة، قلة المتطوعين، استمرار حدث إن الحرب ما وقفتش، ضيق المساحة والكثافة السكانية، فأنت مضطر إن أنت تبني مباني ممكن تكون عالية شوية على استغلال مساحة الأرض، كمية الأنقاض كبيرة جدا وممكن نستفاد منها إن أنت تبدأ تبني، يعني تقدر إن أنت تعمل ميناء من خلال كمية الأنقاض اللي موجودة. طيب إن شاء الله هنكمل مع بعض في فيديو تاني بإذن الله، وإن شاء الله هندخل في المشاكل وإزاي نوجد حلول، وياريت لو أي حد عنده حل يشاركه معانا إن شاء الله.